إلى الاعتراف بحق المغرب في صحرائه ومؤازرة عرضه المتبتل في منح هذه الأقاليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، ولو أن المغرب ظل مؤمنا بانتمائه للأسرة العربية والإسلامية فقد لاحظنا كيف أن الدبلوماسية المغربية عملت تنفيذا لرؤية جلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته على تقوية علاقات المغرب مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة، مع المبادرة إلى التضامن معها في كل الظروف والأحوال. ماذا وجه الملك العسكري السؤال هذا الشاب الذي سيحكم المغرب؟ كيف سيحكم؟ شاب عصرتها بأفكارها بأحزابها المعارضة بأحزابها في الأغلبية إلى آخره. كان الخطاب الأول الذي أثار الاهتمام هو حينما تحدث عن المفهوم الجديد للسلطة وطرح السؤال ماذا يقصدون بالمفهوم الجديد للسلطة، وخاصة هل هذا المفهوم الجديد للسلطة هو مفهوم مرتبط به أم هو استمرار لوالده بشكله متطور. وجاء المفهوم الجديد للسلطة يعطي إشارة قوية على أنه العلاقة بين المواطن والإدارة يجب أن تتغير، لا يمكن أن تهيمن الإدارة على المواطن، وعلى المواطن أن يفهم أن الإدارة هدى أساسا لخدمته ويجب أن يكون هناك نوع من الصلح بين الإدارة والمواطن الذي تقدم القوانين وتحدده المعطيات. هو لقاء اليوم هو لقاء تاريخي في الحقيقة، يؤرخ لمرحلة 25 سنة من سلطة جلالة الملك واعتلاء عرشه، ثم ما هي المنجزات التي تبدأ في المجال الاقتصادي ثم الاجتماعي والسياسي والمؤسساتي. لذلك تبادلنا الأفكار في هذا الموضوع، حددناها لأنه هذا مسار، وهذا المسار نتمنه وسيعطينا صورة لماذا سينتظر المستقبل وماذا يجب أن نفعله في المستقبل. وأعتقد بأن هذا اللقاء كان إيجابيا جدا وكان كذلك فكريا بشكل عميق سيساعد على فهم المرحلة كلها. شكرا لك. اليوم يمكن نقول بأنه استطعنا أننا نكرس توجهنا على هذا المستوى ونجعله أنه هو المرجع، وإن شاء الله أتمنى أن نتمكن من طي نهائيا هذه الصفحة. طبعا طي هذه الصفحة ومقترح الحكم الذاتي اللي جاء به المغرب، اريد الوقوف عند مساله اساسيه. عندما جاء المغرب بهذا المقترح ديال 2007 جاء بالمقترح الذي حول كل هذه المواقع، لكن جاء بهذا المقترح في الوقت اللي المغرب كان دخل بقياده صاحب الجلاله في مجموعه من الاصلاحات، البعض منها ذكرها سعد الضيف قبل قليل. اولا مسلسل الاصلاح الإنصاف والمصالحة، جرأة ما بعدها جرأة أن المغرب يقرأ تاريخه ويقرأ ماضيه ويتصرح. مناسبة قيمة أتيحت لنا جميعا كل من زاويته من أجل مناقشة والوقوف على سمات الأساسية التي ميزت 25 سنة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش. وكنت سعيدا بأن أشارك بأصيلة بالضبط وبدعوة كريمة من الصديق سي محمد بن عيسى في مقاربة هذا الموضوع، انطلاقا طبعا من إبراز أن وجه المغرب تغير في هذه 25 سنة الأخيرة بشكل جذري، سواء تعلق الأمر بموقع المغرب دوليا وقاريا ومتوسطيا وفي علاقته بالاتحاد الأوروبي، أو تعلق الأمر بما يحتله اليوم المغرب من مكانة في إفريقيا من خلال المبادرات المقدمة لصاحب الجلالة، أو تعلق الأمر أيضا بالتحول الذي عرفناه على مستوى تدبير قضية وحدتنا الترابية وما حققناه من مكتسبات على هذا المستوى، أو طبعا مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. ووقفت شخصيا على كل هذه الامور. القانون الثاني اللي بغيت كذلك نستعين هو قانون الجنسيه، واللي كذلك بالفضل ديال رؤيه صاحب الجلاله تم تحديد نقاش والقضايا الخلافيه في هذا المشروع، واللي ساهم من بعد ما تم يعني اتخاذ هذا القرار ومن بعد ما دخل حيز التنفيذ، الامه المغربيه اصبحت بامكانها خصوصا الأمة المغربية المتزوجة من رجل غير مغربي.
تعطي الجنسية للأطفال ديالها، وهذا كان عنده واقع جاد مهم وبالغ الأهمية بالنسبة للجالية. هي كانت مشاركة لتسلط الضوء على الإنجازات التي تمت من أجل الدفع بعجلة نمو المرأة في إطار مجتمع أراد له صاحب الجلالة أن يكون مجتمعا حداثيا وكذلك مجتمع المساواة. فبطبيعة الحال هذا أعطانا الفرصة باش نتكلموا على تطلعاتنا وما ننتظره، خصوصا فيما يتعلق المدونة التي أعطى صاحب الجلالة تعليماته من أجل إصلاح شمولي وفي إطار هذه الثورة الهادئة اللي كيعرفها المغرب واللي كنعتز بكل ما تم إنجازه في قضية المرأة كمواطنة حقيقية، وكذلك فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية والحقوق الأساسية لا على مستوى القوانين لا على مستوى المجتمع لا على مستوى ولوج النساء مراكز القرار. لم يخاطب جلالة الملك شعبه بتعاليم وتحق مثلما فعل آخرون، بل تجاوب بسرعة فائقة مع مطالبه الإصلاحية، ولم يواجهه بعقة وفضاضة، ولم يطارده زنق زنقة، بل اتخذ قرارا يقضي بصياغة أول دستور وفق مقاربة تشاركية تروم ترسيخ الملكية البرلمانية والخيار الديمقراطي، وتلا ذلك تنظيم انتخابات تشريعية حملت الإسلاميين للمرة الأولى إلى رئاسة الحكومة. ولئن استغرب كثيرون في الخارج القرار الجريء لجلالة الملك وارتابوا من تعيين زعيم حزب العدالة والتنمية للمرجعية الإسلامية رئيسا للحكومة الذي عد سابقة في العالم العربي، فإن جلالة الملك بجرأته المعهودة قبل نتائج صناديق الاقتراع ولم يتراجع عن المسار الديمقراطي، ولم يعتقل الإسلاميين، ولم يجعل منهم ضحايا يتقوقعون في خيمة مظلومية. لقد حكموا 10 سنوات مشكلين تجربة فريدة من نوعها. أما فيما يخص محاربة، وهذا صميم الموضوع، نضايا الوقت فقط والتهميش عبر إعادة تبتدئ المجال والقضاء على دور الصفيح وضمان السكن والعيش الكريم. لقد مكنت المقاربة الملكية الثانية في هذا الباب من إعادة الأمور إلى نصابها على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي فمكنت هذه المقاربة الأثر الكبير على بعض الدول الصديقة والتي جلبت العديد من أعمال الإرهابية حتى قبل وقوعها، وهو ما لقي شهادة واسعة وتمكين كبير.